لو الحكايه فيها ان فيتو عن اللي حصل بالظبط يا كابتن بعد الماتش. حصل ظابط بيشتم في اللعيبه وبيشتم في المدرب، بيقول له ما يصحش تشتم مش عارف ايه، راح شاتم كده. بتكلم معاه راح جاي واحد من لاسلكي تبعه ورد مكلمه، بس هو ده اللي حصل. فانا عايز اشوف بقى يعني مين هيجيب لنا حق اللعيبه، احنا عايشين فين يعني؟ الناس كلمينا وتضربنا، عايزين نعرف احنا عايشين فين. وانا مش هسكت، همشي في طريق العدل واروح ارفع عليه قضيه بقى في المديريه في التفتيش العام بتاعهم في اي حته، لان انا لازم اخد حقي. ونادي الزمالك المفروض ان هو دلوقتي بيسعى ان هم ايه يجيبوا حق. بس انت شفت فيتو